اللي معانا في الصورة إيمان مبعني الذي سجل الهدف رقم 900 للشباب في الدوري، كان في مرمى العين في المباراة الماضية. كرة اللعب تتحط براس، جول! يا سلام يا سلام، مش معقول، هدف راس شنور سالم، شنور سالم من إيمان مبعني على طول. نعم 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 نعم، متمرنين عليها، ولا أروع ولا أحلى، أكيد من ضربة حرة مباشرة، أكيد 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 بالريموت اتعملت. مش معقول مش معقول مش معقول، كرة ثابتة مرسومة مطرشة على راس سمور سالم اللي يسجل، ولا كانت شبابية، ونجح سمور سالم في التسجيل. نعم في التسجيل في أول تقريبا 6 دقائق في شوط المباراة الأول، وهنا يحاول قرقر يلاحظ هذه الكرة الرأسية الجميلة من إمام مبعلي.